الريد 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 فرق الصيانة يكون 24 ساعة. نعم. بالذات هذه الفترة. نعم. فترة حرجة. نعم. الريد في مدراء الأقسام يكون عنده صلاحيات. نعم. يقدر يعالج. نعم. محولة كابل أي مستلزمات. نعم. مو ينتظر كتابنا وكتابكم. وأيضا حالة التواصل مع المواطنين. نعم. يصير عطل مرات يجوز ما توصل للشكوى ما يوصل الموضوع لفريق الصيانة. مو نخلي المواطن يلجأ وسائل التواصل ويستغيث ومناشدات. لا، كون كل منطقة كل قسم صيانة عنده فد آلية للتواصل وسهل يقدر ينفذها مع بالمنطقة مع شوف شنو المهم مع المخاتير مع المجالس البلدية. كل فرع صيانة أنا بتماس مباشر قبل أعرفهم أنه عندهم علاقة بالمنطقة. من خلال هذه العلاقة يقدر يكون مجساته يقول له يابا أكو محاولة أطلت أكو كيبل وقع بالمباشر. تدري هاي الحالة هم فد تقوي العلاقة وتزيد سعر يعني بين المواطن والموظف وتشعر بأنه أكو اهتمام من قبل الوزارة خصوصا بهذه الأجواء الحارة. احنا هم جات إن شاء الله عطلت العيد عيد الأضحى المبارك كود الاستنفار في أقصى درجاته. بعد الدوائر الخدمية هذا واجب مع الوزير من خلالك لكل منتسبي شركات الإنتاج وكل منتسبي وزارة الكهرباء نثمن هذا الجهد الذي بذل وساهم في تحقيق هذا المنجز اللي مثل ما شرحت حضرتك أنه وفر لنا أموال وفر لنا طاقة كهربائية احنا به أمس الحاجة لها. فكل التقدير لهذه الجهود نأمل المزيد في هذه الفترة الحرجة اللي يحتاج المواطن لخدمة الكهرباء في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة خصوصا مع قرب عيد الأضحى المبارك. نسأل الله أن يعيد على أبناء شعبنا بالأمن والخير والاستقرار والرفاهية. فكل التقدير لكل منتسبي وزارة الكهرباء وأتمنى عليهم بذل المزيد من التواصل مع المواطنين أول بأول خصوصا أقسام الصيانة في بغداد والمحافظات يكونون متواصلين متواجدين طيلة 24 ساعة باليوم. أيضا أريد من الوزارة من المدراء العامين أعطائهم المزيد من الصلاحيات حتى يتمكنون من معالجة أي خلل طارئ يحصل أثناء اليوم. شكرا جزيلا. شكرا لك دولة الرئيس. يشهد الله لولا دعمك لولا متابعتك لولا القرارات اللي تبنيتها لدعم قطاع الكهرباء ما كان حققنا هاي الحمد لله اللي في إنتاج الطاقة. الحمد لله. وشكرا للشباب اللي غطوا هذه الفعالية.